تذكروا أن حماس هي التي تعرض كل هؤلاء الناس للأذى، فحماس هي التي تواصل العمل داخل المستشفيات كما فعلت في المساجد والمدارس وغيرها من البنيات المدنية. إنها أصل كل هذه المشكلة التي تخلق تحديا حقيقيا للمجتمع الدولي والجيش الإسرائيلي. عندما تنظر إلى الطريقة التي أجروا بها عملياتهم العسكرية حول مستشفى الشفاء، فقد كانت عملية محددة الأهداف للتحرك ببطء إلى المستشفى، وهي عملية لا تزال مستمرة.